لو الحكاية فيها إن فيجو السنة دي احنا بنطلب قانون او باب في قانون تنظيم الجامعات، فبالتالي لابد ان يكون في نواب رؤساء الجامعات موجودين. يعني انت بتطالب بالتمثيل في المجالس، بتطالب بالتمثيل في مجالس التاديب، بتطالب بصلاحيات واسعه، فبالتالي لازم تشرك نواب رؤساء الجامعات في الموضوع. غير الاول كانت لائحه طلابيه بتتكلم عن انشطه وتنظيم انشطه وهيكل الاتحاد، حاجات ما تخصش حد وما تهمهمش اصلا ان هم يبقوا يتعاملوا ويحضروا في الحاجات دي. اما الوضع الحالي فانت الموضوع مختلف، فهم لازم يكونوا مشاركين معاك، رعاية الشباب ايضا جزء من المنظومه ولازم تكون مشارك. نسبة أكبر من الطلاب؟ لا مش من طبعا مش بنسبة أكبر من الطلاب طبعا، بس هما لازم يكونوا مشاركين عشان تقدر تخرج بحاجة تنظم الوضع. هو أكيد يبقى عنده خبرة، إحنا لما أنت تديله إيدك وتقول له أنا نائب رئيس جامعة تعالى اقعد معايا، أنا بتكلم في إن أنا عايز استعدادات في تنظيم الجامعات، فأنا عايز أستفيد من خبرتك، لازم إن هو يتعاون معاك ويدي خبرته، لأن دي منظومة كلنا بنستفاد منها في النهاية. إنما إن هو يتعنت معاك ويزعق ويشخط وأنت مين وأنت لازم تسمع الكلام ده، كان صدمة بالنسبة لنا، صدمة بالنسبة لنا الطريقة اللي اتعامل معانا بيها. إحنا ما كناش متوقعين كده، إحنا كنا متوقعين تعاون، متوقعين نقل خبرات، كنا متوقعين ان دي منظومة تعليمية كلنا هنستفاد منها، فكلنا نتعاون في ان احنا نخرج بشكل يفيدنا جميعا. تمام. عدم اشراك رعاية الشباب، رعاية الشباب اولا جزء من منظومة النشاط لا يمكن الاستغناء عنها نهائي، فعدم اشراكها غلط، فلابد ان هم كانوا يكونوا مشاركين ونحن نحصل لشيء يرضيهم عشان هم جزء من النشاط ولازم يكونوا راضيين عن الجانب الخاص بالنشاط. وكذلك نواب رؤساء الجامعات لازم يكونوا موجودين عشان الجانب الخاص بتنظيم الجامعات، لان احنا في الاول وفي الاخر كنا فاتحين ايدينا راجعين ايدينا للكل على اساس ان احنا نخرج بشيء توافقي يخدم منظومه الجامعه بصفه عامه. دي الفكره، ده الفرق بين السنه دي والسنين اللي فاتت. اضافه صغيره بس، احنا كان نظام المعسكر بالنسبه لنا ان اللي هيدير حلقات النقاش هو اللي هيقعد في شرح المقترحات، كان هو اللجنه المنبثقه عن اتحاد طلاب مصر اللي هي لجنه التسعه، وكان احنا رايحين المعسكر بناء على الاسلوب ده وعلى النظام ده. فوجئنا هناك ان هو في الجلسه الاجرائيه وفي الجلسه الاولى قال لا، اللي هيدير حلقات النقاش هيكون مديرين عام رعاية الشباب زي النواب رؤساء الجامعات. فاحنا اصلا احنا رايحين على النظام اللي احنا مقترحينه، اللي احنا اللي هندير حلقات النقاش واحنا اللي هندير المقترحات مع الطلبه في الزمالك. هو ده اللي حصل.